طيب نستمر مع أساسيات البروبابيليتي. تمام، يبقى أخذنا البروبابيليتي تبعت كلمة، وأخذنا الجوينت بروبابيليتي إنه أنا في عندي كلمتين موجودات في سيكونس معين، وشفنا كيف نحسبهم. نيجي لكونسبت حيمر علينا بشكل كثير كبير، هو مش حنستخدمه ككونسبت بقدر ما احنا حنستخدمه في الحسابات، اللي هو الاكسبكتيشن، التوقع. تمام، فبالتالي وزي كأنه انا بتوقع انه شو القيمة تبعت متغير معين، فبالتالي انا في عندي راندوم فاريبل اكس. تمام، في انا عندي البروبابيليتي تبعته وفي عندي الاكسبكتيشن تبعه. تمام، البروبابيليتي تبعته شفناها في السلايد السابقه. الاكسبكتيشن هي عباره عن مجموع كل القيم تبعته، يبقى راندوم فاريبل، هذا حكينا انه ممكن ياخذ اكثر من قيمه. تمام، فهو عباره عن البروبابيليتي تبعت القيمه هذه ضرب القيمه نفسها. القيمة نفسها ممكن انه احنا نجربها على دايس، على حجر تبع النرد. تمام، ايش البروبابيليتي تبعت كل وجه؟ سدس، هيها ثابتة سدس، وقيمة الاكس هي عبارة عن قيمة الوجه اللي بده يطلع فوق، واحد يبقى سدس في واحد زائد سدس في اثنين، اللي هو هذا تطبيق هذه المعادلة، سدس في اثنين، سدس في ثلاثة، سدس في أربعة، وهكذا. تمام؟ فبالتالي القيمة المتوقعة إنه كإكسبكتيشن إنه 3.5. أنتم مش قادرين إنه أنتم تربطوا هذا الكلام بالكلمات. الكلمات شو قيمة الكلمة؟ الوزن تبعها. تمام؟ والبروبابيليتي شفنا كيف بنحسبه من التكرار، المجموع تكرار الكلمة على عدد الكلمات، فبالتالي انه بيكون في عندي توقع معين بهذا الشكل. زي ما انا اجي اقول انه انا بدي اعرف random variable as student، وهو عبارة عن علامة الطلاب اللي موجودين عندي، انا عندي 10 طلاب، 11 طالب، 12 طالب. تمام، فبالتالي شو الاكسبكتيشن تبع علامة الطالب ممكن تكون؟ قديش القيمة المتوقعة؟ فبالتالي بروح بضرب قيمة العلامة في البروبابيليتي إنه هو يجيب العلامة هذه لكل الطلاب المجموع، فبجيب الاكسبكتيشن لهذه القيمة. طبعا هذه الشغلة يعني تستخدم يعني في حساب شغلات ثانية، يعني تسمى في البروبابيليتي مقاييس النزعة المركزية أو سنترال تندنسي. Central tendency عادة البيانات بتتركز، أنا عندي في نقطة واحدة بدي أشوف قديش انحراف هذه البيانات عن المركز. كل الطلاب في الغالب بيجيبوا 80. تمام، ففي الفاريانس بدي أشوف قديش تباين علامات الطلاب، قديش إنه إنه العلامات تبعتهم مبعترة، قديش انه هي بتختلف عن الثمانين. تمام، فبالتالي عن القيمة المتوقعة، فبالتالي الفاريانس هو عبارة عن الاكسبكتيشن لكل قيمة، لكل قيمة ناقص الاكسبكتيشن تبعها، كل متغير ناقص الاكسبكتيشن تبعه. وهذه لو انا بدي افرضها المعادلة حتصير انه الاكسبكتيشن لاكس تربيع اللي هو مربع قيمة المتغير ناقص الاكسبكتيشن بجيبه وبربعه. تمام، يعني هذه بربع القيمة وهذه بربع الاكسبكتيشن. تمام، ولو احنا هذا الكلام بدنا نعمله probability انه حيساوي مجموع البروبابيليتي تبعت الاكس ناقص الاكس ناقص الاكسبكتيشن تبعها، كل قيمة ناقص الاكسبكتيشن تبعها، وكأنه بجيب قديش متوقع ان انتم تجيبوا في الماده هذه. تمام، والفاريانس انه انا بروح بجيب كل طالبه قديش بتفرق عن القيمه المتوقعه ببساطه شديده جدا. عشان هيك انا هذه المقاييس بسميها مقاييس النزعه المركزيه، انه عاده البيانات بتتمركز في نقطه معينه، بشوف قديش البيانات بتتبعثر حوالين النقطه هذه. في عندي مقياس ثاني اللي هو الستاندرد
ديفيشن، ديفيشن انحراف البيانات عن المتوسط، انحراف البيانات عن المتوسط. في فرق بين المتوسط والقيمة المتوقعة، تمام؟ القيمة المتوقعة الاكسبكتيشن، شفنا معادلتها. المتوسط قديش مجموع، انه يعني انتم العلامة تبعتكم مجموعها على عددكم، تمام؟ طبعا هذا الكلام تطبيق للفاريانس على الرول اوف دايس، تمام؟ فبالتالي انه راح طبقها يعني بهذا الشكل، مجرد انه تطبيق، تشغلوش بالكم فيه كتير. نيجي ل concept standard distribution او توزيعات المعياريه للبيانات. طبعا هذا concept في البروبابيليتي او في الاستاتستيك كتير مهم، انه انا عندي بيانات والبيانات هذه موزعه بطريقه معينه. ممكن اكون عارف الاندرلاينج ديستريبيوشن تبع البيانات، اكون عارف التوزيع تبع البيانات، تمام؟ وممكن ما اكونش عارف وبروح بفترض انه بتتبع توزيع معين. ايش هي التوزيعات المعروفه؟ في عندي توزيع اليونيفورم، تمام؟ انه البيانات كلها لها نفس الاحتماليه. في عندي توزيع الباينوميال، في عندي توزيع النورمال، النورمال ديستريبيوشن، وهذا هو يعني اكثر التوزيعات شيوعا، تمام؟ برضه بسموه البيل كيرف لانه شكله زي الجرس زي هيك، او الجاوشير، جاوس اسم العام، تمام؟ طبعا هذه يعني توزيع العلامات بيتبع التوزيع الطبيعي عادة، يفترض زي هيك. فيش عندي يفترض انه يعني الطلاب مشكلين، في منهم شاطرين، في منهم متوسطين، وفي منهم انه تعبانين. فبالتالي ايش الشائع اكثر شيء؟ طالب المتوسط. يفترض انه يكون الطالب التعبان يعني فئة قليلة، يعني بتكون هيها موجودة هنا، تمام؟ والامتياز انه زي هيك، لو كل الطلاب جابوا عندي في الشعبة امتياز، معنى ذلك انه في خلل، في خلل ممكن يكون في تقييمي، انه انا رحت جبت الاسئله كلها سهله، تمام؟ و عندي لازم تكون نور. طيب طلعتوا نورمال في الآخر. طيب الامتحان، يعني عشان نكون في السؤال، مش هقول لكم انه احسب، ممكن يكون اعرف ما تحته خط، يعني ممكن يكون. الامتحان في الغالب انه بيعتمد على مهارات تحليليه، تمام؟ فبالتالي الأسئلة فيش إجابة وحيدة صحيحة لهذا السؤال وباقي الإجابات غلط، تمام؟ بس درجة السؤال بيعتمد على مقدار التحليل، قديش إنه يعني إنه يعني مفهوم. حتى لو جبت لكم assignment هتتفاجئوا برضه. طيب الاستيميشن،
الاستيميشن ممكن زي ما حكينا نعمل استيميشن للبروبابيليتي تبعت كلمه بناء على هذا القانون عرفناه، تمام. ممكن يكون في عندي البيزيان، والبيزيان انه بده يكون في عندي انه وات از ذا موست لايكلي موديل given the data، فبالتالي انه شو البروبابيليتي انه تبع موديل معين بناء على given that data معينه. فبالتالي ممكن انا اعتبر انه الموديل هو عباره عن random variable والديتا هي عباره عن random variable، وانا بدور على افضل موديل بالنسبه للبيانات، تمام. هذا الكلام لو عملنا reformulation للconditional probability حسب البايس رول، يعني الارج ماكس عاده انا بجيب البيست موديل، هو نفس formulation لهذا الكلام انه what is the most likely model for a given data، تمام، انه انا بدي اجيب البيست موديل. فبالتالي انه الفورميليشن تبعها بشكل رياضي انه هي عباره عن الارج ماكس بي ام جيفن دبليو، وهذه لو طبقنا البايس رول حتكون بي دي جيفن ام في البروبابيليتي تبعت الموديل، وكانه انا بدي اجيب الموديل افضل موديل الارج ماكس موديل. طيب بدي اياكم تركزوا معي الان في الانتروبي، وايو كاتب لي عليها it is an important concept. بناء على ايش؟ بناء على شغلات احنا اخذناها سابقا. الانتروبي هي عبارة عن مقياس لدرجة الديسوردر. ديسوردر هو الفوضى أو التشويش. هذا عبارة عن مقياس مستخدم في علم الاتصالات، الاتصالات اللاسلكية، إشارات الراديو، بقيس قديش مقدار الإشارة هذه فيها تشويش. فبالتالي إنه كل ما قل هذا المقياس كل ما كانت الإشارة أوضح، تمام. إيش المعادلة تبعتها؟ البروبابيليتي تبعت الإكس ضرب اللوج للبي للإكس، طبعا هذا الكلام بالماينس، وبهذا الكلام انا بعمله سميشن على كل القيم تبعت الاكس، بروح بلف على كل القيم تبعت الاكس انا عندي وبشوف مقدار التشويش في البيانات اللي موجوده عندي، وهذا زي ما حكينا انه برمز له بالاتش اكس الانتروبي. صحيح، وهي نحن بنستخدمه على التكست، ممكن استخدمه على الصور وبستخدمه في الديسيجن تري، بستخدمه في الديسيجن تري في اختيار البيور كلاس. البيور كلاس نفس الكونسبت انه الكلاس اللي فيه تشويش اقل تشويش، اللي فيه توزيع الكلاس ليبلز متناسق اكثر شيء. طب بدي افترض انه انا في عندي 1 ايفنت، يبقى البروبابيليتي تبعت الاي 1، ما فيش ايفنت غيره، فبالتالي الاتش حتكون 0، يبقى مقدار الديس اوردر 0، ما فيش تشويش خالص. لو كان في عندي 2 ايفنتس والديستريبيوشن تبعهم 50 50.5.5، فبالتالي صار في عندي درجه معينه في التشويش، طبقت القانون بس انا، تمام، فبالتالي صار في عندي تشويش. والآن لو كان في عندي 4 أحداث وأنا بدي أتخيلها، هنا أنا بدي أعمل ترانسميت للديتا للإشارة اللاسلكية إنه شو الاحتمال إنه البيانات تصل، تمام، وهذا احتمال إنه البيانات تتأثر بسبب عوامل الرطوبة، وهذه بسبب عوامل الرياح وهكذا، فبالتالي إنه هذا عبارة عن فاكتورز كونتريبيوت للديس أوردر تبعت الوايرلس سيجنال، فبالتالي إنه زادت، كانت هنا 1 صارت هنا 2. ولو انا اعتبرت 4 احداث ولكن الديستريبيوشن تبعهم يعني 1 انه مور لايكلي والتانيين اقل منه، فبالتالي انه درجه حتصير 1 وشويه، هنا كانت انه 2 لما كان 4 احداث، فبالتالي لما يكون في عندي حدث في الغالب البيانات بتصل، تمام، ولكن في عندي فاكتور انه يصير في تشويش نوعا ما، فبالتالي هنا الديس اوردر بتقل، بدل ما كانت 2 صارت 1.3. تمام،
هذا مثال رابع، تمام. بس هنا صار انه more likely اكثر، وهذه more likely اقل، فبالتالي هنا صارت 0.2. هذا ملخص للموضوع. لما كانت انا عندي 1 event، ما فيش تشويش بالمرة، هذا event واحد، 2 events صارت واحد، هنا 2 زادت. وهنا لما تصير انا عندي الديستريبيوشن تبع الايفنتس، انه بيكون يعني التوزيع تبعها انه 1 ايفنت بيكون مور لايكلي، فبالتالي انه التشويش بقل، فبتصير هنا 1.3 وهنا 0.2. واضح لغاية الآن؟ طيب مش احنا حكينا قبل شوية انه شو البروبابيليتي تبعت الموديل جيفن داتا؟ ايش افضل موديل؟ بدي مقياس لإله. ايش المقياس هذا؟ اللي هو الانتروبي. فبالتالي الجود موديل هاز لو انتروبي. لنفترض انه انا في عندي تو ترانسليشن تيبلز، هذا انه هاي الكلمه بالانجليزي وهاي الكلمه بالفورين لانجويج، انه هذه دا وهي الترجمه تبعتها بالالماني، ودات وهي الترجمة تبعتها بالألماني، وكانت البروبابيليتي بهذا الشكل. وعندي فريز تيبل أو ترانسليشن تيبل تاني، والبروبابيليتي هنا بهذا الشكل. مين أفضل؟ مين في تشويش أقل بمعنى آخر؟ كيف نعملش على البروبابيليتي؟ طبعا، بس يعني ما هو ليش اعطاني الملخص هذا زي هيك في سلايد، تمام، انه الامر بيعتمد على الاحتماليه، انه المور لايكلي والاقل لايكلي انه بتكون عاده الديس اوردر فيه اقل. فبالتالي لما اجي اطلع 0.8 و0.2، هذا مور لايكلي وهذا، لكن هدول الاثنين انه الاثنين القيمه تبعتهم قليله، فبالتالي هذا الموديل بعتبر انه لو حسبت له الانتروبي حيطلع افضل من هذا، تمام. طيب نيجي نطبق هذا الكلام على لغة. حكينا قبل هيك على البروبابيليتي تبعت كلمة معينة، والكلمات هذه بتيجي بسيكونس معين، وممكن استخدمها عشان اعمل جيس للنكست وورد. البروبابيليتي تبعت الوورد ان جيفن وورد 1 2 3 لغاية ما قبل الأخيرة. طبعا انا بدي اعمل assumption هنا انه انا عندي limited window size. ايش اللي هي الان هذه؟ ممكن يكون عندي zero order، فبالتالي انه راح تكون probability هي عبارة عن ال PWN، وال first order هي عبارة عن ال B لل word N given that word n ناقص واحد، وهكذا، تمام. لاحظوا انه انا كل ما زدت السيكونس ايش بيصير في الانتروبي؟ بقل، تمام. فبالتالي الجود لانجويج موديل انه انا بدي اعمل بريزيرف للسيكونس معين لدرجه معينه، تمام. طبعا الاوردر تبع الهيومن انليميتد الانتروبي فيه 1.3. تمام؟ وهذا هيعطينا المدخل للسلايدات الجاية، مش المحاضرة الجاية، السلايدات الجاية اللي بتحكي عن الـ language models، تمام؟